أنا بدي تابع بس من محل ما توقف معالي وزير الزراعة وقول حقيقة اليوم في اعتداء على الاقتصاد اللبناني، في اعتداء، هل هو ممنهج، هل هو مدروس، هل هو مقصود بالمباشر؟ اليوم نحن بنعرف أنه لبنان يصدر من منتجاته الزراعية وهي من الأمور القليلة اللي لبنان يصدرها، طبعا غير الصناعات الأخرى، بس اليوم نحن هيدي أرضنا، هيدا زيتوناتنا، هيدي أحراشنا، هيدي جبالنا، هيدي يعني تدمير القطاع الزراعي مثل ما حكي وزير الزراعة، الألاف والألاف وعشرات الألاف من الشتول والشجر، قنابل فوسفورية ما بنعرف تداعياتها على المدى الطويل، هل هيدي الأرض بترجع تقدر تزرعها، هل ما بتقدر تزرعها؟ نعرف المزارع اللبناني أصلا وضعه اليوم كتير صعب، كنا نحن عم نحاول نرجع ننشله، اليوم رجعناه لورا، هذا أمر لا يستهان فيه. تاني شيء اليوم في كمان تدمير بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاع السياحي، يعني نحن هالتدمير الممنهج للاقتصاد اللبناني اللي هو ما تبقى من الوضع اللبناني اليوم، مداخيل السياحة ومداخيل الصادرات والزراعة اللبنانية، هول اثنين انضربوا. وأنا حكيت أنا وزير الزراعة أنه بده يصير تنسيق، بدنا نعمل تقرير، بدنا نرفعه للأمم المتحدة وكل الجهات المعنية أنه نطالب بأضرار، أضرار لهالأشياء اللي ما بنعرف أول شيء حجمها، عم ندرس أرقامها هلأ وتداعياتها. زيت الزيتون اللبناني معروف من أهم صادرات لبنان إلى العالم، طيب انضرب هذا القطاع اليوم وغيره وغيره وغيره. فبده يصير في تقرير يحدد الخسائر، بده يرفع للأمم المتحدة وكل الجهات المعنية كضرر مباشر للاقتصاد اللبناني. الموضوع اللي أنا بدي أطمن فيه شوي بشكل إيجابي بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي والحبوب والقمح، نحن وضعنا من تقريبا 4 أيام طلبية قمح 30,000 طن بتوصل على لبنان خلال أسبوعين، هيدي زيادة على اللي عنا إياه بالسوق اللبناني اليوم. نحن بالسليم بموضوع استيراد القمح، ما عنا مشكلة تمويل مثل باقي الأمور بخطة الطوارئ، لأنه التمويل برجع بأكد موجود من البنك الدولي إلى العام القادم. يعني نحن مشكلتنا وخوفنا الوحيد بموضوع القمح إذا صار حصار بحري على لبنان، هذا موضوع يعالج بوقته، بس ما في عنا مشكلة تمويل. نحن أصلا عم نشتغل بخطة الطوارئ، وهالأسبوع استثنائيا طلبنا رفع السقف من البنك الدولي للحصة اللي بنقدر نشتريها شهريا وأخذنا موافقة، فحنحط طلبية جديدة تقريبا ب60,000 طن لنخلق مخزون استراتيجي موجود بالبلد سيوزع بين المطاحن وبين الأفران وبين المؤسسات العسكرية بالبلد. فبس حبينا نطمن بهذا المجال، وشكرا لكم.